هيو، تذكير خفيف وسريع. التسجيلات في بطولة كأس العرب Playground مفتوحة حاليا حتى 17 من هذا الشهر. شكلوا فريقكم ونافسوا للفوز بجوائز مالية. كل التفاصيل والقوانين على موقع كأس العرب الرسمي، ولدي أيضا فيديو يشرح الأمر لمن هو مهتم. Thank you. كين، واحد من الشخصيات التي تبدو شريرة من المظهر الخارج، نظرة أعين سايكوباثيك، ابتسامة شريرة، سلاح شرير، وجه مرسوم بطريقة واتفاكية أحيانا، لكنه أكثر ذلك في الواقع تقريبا. لنتحدث عنه اليوم أكثر، shall we؟ فيديو اليوم مهدى للسيد يونان. شكرا جزيلا جدا على دعمك للستريمز، you beautiful human. Thank you. رغم أن كين محبوب كثيرا من طرف اللاعبين، إلا أنه ليس عنده الكثير من القصص أو المحتوى الرسمي حاليا، على خلاف معلمه أو سيده زد. عندما تم إطلاق كين في سنة 2017 أو 2017، لم نكن نعرف الكثير عن الداركن حينها، بل لم نكن نعرف الكثير حتى عن أيونيا أو نوكسس. لكن بعد القصص المصورة لزد لاحقا في سنة 2019، تم الكشف عن الكثير من الأجوبة التي تجعل قصص كين في الحاضر مفهومة أكثر. كما تعودتم معي، بعد الانتهاء من حكي القصتين الخاصتين بكين، البيوغرافي والقصة الجانبية التي تحمل عنوان The Blade of Melania، سنشرح أكيد بعض الأشياء فيها التي قد تكون غريبة أو غير مفهومة. وأيضا في الفيديو اليوم ستصادفونني أقول كلمات غريبة على البعض منكم هنا. لمن هو جديد، أهلا وسهلا، سبسكرايب. نوكس ترعى تكتب بحرفين A double A، لذلك سأنطقها أنا بإلعاء، نوكس ترعى، أوكي؟ مداخل أقواس عملاقة على شكل بوابات متواجدة في إمبراطورية نوكسس، ويتم بناؤها أيضا في الأراضي والبلدان الأخرى التي تحتلها الإمبراطورية. صورة واحدة منها أمامكم هنا. الأكولايتس، عادة هذه الكلمة تعني مساعد الكاهن أو شيء من هذا القبيل، لكن هنا إنه الاسم الذي يطلق على التلاميذ والمتمرنين في أيونيا في مختلف المجالات، مثل المتمرنين على تقنية الظلال بنظام الظلال. الداركن، في الماضي عندما كان عالم قصص لول الجديد في مرحلة الحضانة بعد الريميك الشامل، كان يفترض بكائنات الداركن أن تكون من عالم آخر، جاءوا للقضاء على كوكب رونتارا ولن يوقفهم أي شيء. لكن بعدها توقف المؤلفون في رايوت جيمز لوهلة وقالوا في أنفسهم: مهلا لحظة، بالكاد يمكننا السيطرة على قصص كوكب واحد، كيف سنتكلف بكواكب أخرى كاملة؟ مما جعلهم أخيرا يعطوننا ويضبطون قصص الداركن. هم كائنات السندد من شريمة القديمة، لكن فاسدون، اتخذوا طريق الشر، تأثروا بظلام الفويد وبدأوا باستعمال سحر الدم على أجسادهم، وصاروا بالشكل الذي نعرفه الآن. تم قتلهم I think لاحقا جميعا تقريبا، والأقوياء منهم الذين تعذر قتلهم أو لا أدري تم أسرهم داخل أسلحة مختلفة. كان يفترض أنه تبقى منهم 5 فقط في تلك الأسلحة، لكن لا نعرف الكثير من التفاصيل الدقيقة عن الأمر حاليا، لذلك لن نتعمق أكثر. وأيضا الإيشي تيراكو باتنو، إنه زر أحمر جميل ولامع يجعلك تشترك بالقناة فور الضغط عليه، ويمكنك أيضا أن تفعل الجرس لو أردت يعني. سموث ها؟ anyway، دون إطالات أو مقدمات أكثر، ها هي قصة كين The Shadow Reaper. حصاد أرواح الظلال؟ صائد الظلال؟ الصبي النوكساني شيادا كين تم تجنيده هو ومجموعة من الأطفال النوكسانيين الآخرين في الجيش منذ سن يافع جدا لاستخدامهم في الحرب، حركة شنيعة لم يطبقها إلا الإمبراطور بورم داركويل وأمثاله. الحرب الاحتلالية ضد أيونيا استمرت لمدة طويلة، بدأت تستنزف موارد نوكسس الحربية، لذلك قررت هذه الإمبراطورية استغلال نقطة ضعف الأيونيين الأكبر ضدهم، قلوبهم الطيبة، أين تم استخدام وتجنيد أطفال لمقاتلتهم.
فلن يتجرأ الأيونيون على رفع أسلحتهم ضد وجوه في ظاهرها بريئة، أليس كذلك؟ ومنه تم منح كين سيفا تمكن من حمله بالكاد، وكانت معركته الأولى تبدو كالأخيرة بالنسبة له. تم شن الهجمة على منطقة نهر إيبول بمقاطعة بارل بجنوب أيونيا، هنا The Eepool River. كين وجماعة الأطفال الذين معه كانوا مترددين مشتتين وغير منظمين. البعض منهم هرب من ساحة المعركة، البعض منهم تم قتله بالفعل، لكن هو لم يظهر أي خوف. أسقط سيفه الثقيل من يده والتقط من الأرض الأيونية شيئا أسهل في التحكم، منجل فلاحة صغير، ثم استدار لمقابلة الأيونيين المصدومين. أين وصل في تلك اللحظة أخيرا الجنود النوكسانيون البالغون؟ واندلعت مذبحة صاعقة يرتعد لها القلب. أناس عاديون، فلاحون، صيادون، بل وحتى بعض من الفاستايا الأبرياء، كلهم تم ذبحهم دون أي رحمة أو شفقة. بعد يومين انتشر خبر هذا الأمر وصولا إلى المقاطعات الأيونية الأخرى بالجوار. أتى نظام الظلال ليتحقق من الأمر. قائدهم زد كان يعرف أن هذه المنطقة هنا ليس لديها أي أهمية تكتيكية أو جغرافية لنوكسس. لقد كان المغزى من هذه المجزرة هنا هو تبليغ رسالة: نوكسس لن ترحم. They wanted to send a message. لكن هناك لمعة معدن خافتة وصلت عين زد. لقد كان هناك صبي لا يتجاوز 10 سنوات في العمر، غارق في الطين والوحل والدم، مرهق يترنح ويرفع رمحه الصغير بصعوبة بالكاد موجها إياه نحو زد. أعين هذا الفتى كان استأوي ألما يفوق عمره، لكن في نفس الوقت تأوي شراسة وضراوة محارب صلب حقيقي. ذلك النوع من العناد أو البسالة كان شيئا يستحيل تعليمه. زد رأى هذا الصبي الآن كسلاح يمكن تسخيره ضد نفس الناس الذين أرسلوه هنا ليلقى حتفه. فقدم سيد الظلال يده له ورحب بالصبي كين في نظام الظلال. الأكولايتس عادة يختارون سلاحا واحدا فقط ويمضون كامل حياتهم يتدربون عليه وعلى احتراف استخدامه، لكن كين احترفها كلها. فبالنسبة له لقد كانت جميعها مجرد أدوات وهو السلاح. وأيضا كان يرى الدروع كعبء ثقيل لا حاجة له، لأنه كان يخفي نفسه بحجاب الظلال نفسها ويفتك بأعدائه بخفة وسلاسة دون أي صوت. عمليات الاغتيال الخاطفة هذه زرعت الرعب في صميم قلوب المحظوظين الذين سمح لهم كين بالهرب لنشر الخبر. مع نضج تقدم ونمو أسطورة كين، فعلت عجرفته وغروره نفس الشيء، صارت أكبر لدرجة أنه صار يقنع نفسه بأن قوته ستفوق يوما ما قوة زد نفسه. هذه الغطرسة قادت كين لاعتناق الاختبار الأخير بحماسة، العثور والحصول على سلاح الداركن الأسطوري الذي تم اكتشافه مؤخرا في نوكسس، أين يجب على كين إيقافهم من استخدام هذا السلاح ضد حماة أيونيا القليلين والمنهكين. وأكيد قبل كين التعليم على الفور دون تردد أو حتى التساؤل لماذا تم اختياره هو بالتحديد لهذه المهمة. وبالفعل وصل كين المكان ووجد سلاح الداركن الأسطوري ذاك، لكن في حين أين كان أي أكولايت آخر سيدمر سلاح المنجل الحي ذاك، كين فعل العكس. لقد أخذه وضد كل الاحتمالات تمكن من استخدامه والسيطرة على قوته بنفسه، واكتشف أنه داخل المنجل كان هنالك كائن داركن قديم مأسور بداخله اسمه راست، أو ربما راست with a double A. فساد شر الداركن بدأ بالتسرب إلى كين في اللحظة التي لامست فيها أصابعه السلاح، أين صار كين الآن عالقا في صراع مصيري أبدي مع راست. راست الذي كان يتربص طوال حياته منتظرا جسد شخص مضيف مناسب ليسيطر عليه ويستيقظ ليبحث عن بقية إخوته الداركن ليعيثوا الفساد في العالم. لكن إرادة كين الحديدية ليست سهلة القهر، فعاد هذا الأخير إذن إلى أيونيا منتصرا، مقتنعا أن زد سيعلنه كقائد نظام الظلال الجديد.
سو من هذا عرفنا أن أصل كين كان من نوكسس، الإمبراطورية التي لم تتردد في استخدام الأطفال كسلاح. يو، ولم تكن حتى معركة مهمة أو أي شيء، أرادوا فقط إرسال رسالة بتلك الحركة. لكن البعض منكم قد يفكرون، الآن بعد أن كبر كين وتمرن على تقنية الظلال تحت إشراف زد، هل سينقلب عليه يوما ما ويخونه؟ فهو من نوكسس بعد كل شيء. ولهذا السؤال تكون إجابتي surprisingly لا. من القصص المصورة لزد رأينا كم كان كين ممتنا لزد على إنقاذه له واعتناقه له بعد أن رمته نوكسس إلى حتفه دون أي اكتراث. لقد عامله زد كإنسان ومنحه المأوى، الأكل، الشراب، والأهم من ذلك مغزى من الحياة. أعطاه هدفا، a purpose. كما أعلمتنا القصة أيضا أن زد كان يثق بكين أكثر من أي أحد آخر، وقال زد لكين في وجهه أنه لو حدث لزد أي شيء سوف يقوم بترك القيادة، قيادة نظام الظلال كاملا لكين. كين يعني لم يكن يتخيل أو يعتقد نفسه أفضل من زد، just like that. وفي الجزء الأخير من القصص المصورة لزد أيضا رأينا أنه كانت عند كين فرصة ذهبية ليقتل زد ويستحوذ على نظام الظلال بنفسه، لكنه لم يفعل. أكيد تفاصيل كل هذا موجودة actually على قناتي في فيديوهات قصص زد الجزء 1، 2، و3، تفقدوهم لو أردتم، الروابط في كل مكان. Thank you. لكن من ناحية سلاح الداركن راست، أو كما أريد أنا مناداته راست with a I، لا نعرف أي شيء عنه. لا توجد تفاصيل عميقة في أي قصة بعد، كيف كان شكل هيئة الأسندد الخاصة به قبل أن يصير داركن، هل هو فعلا شرير بدون عقل؟ نعرف فقط أنه يتحاور مع كين كثيرا، لذلك قد ينشأ بين الاثنين رابط جديد مثلا. لا أعرف كيف أشرحه، مثل فانوم، تعرفون مثل فانوم، you know، أفلام فانوم يفترض به أن يكون سوبر شرير عند، لا أدري، لكن في النهاية صار متعلقا بمضيفه أدي، ولا أدري، you know. القصة المصورة تحدثت أيضا عن كيف أن كين كان الوحيد الذي تمكن من السيطرة على قوة منجل راست بسبب عزيمته الحديدية، ولا أدري. لكن ماذا لو كان في الواقع كين منحدر من سلالة نادرة ما قادرة على مقاومة السحر الأسود أو شيء من هذا القبيل، you know؟ يستحيل أن تكون عزيمته فقط هي من تبقي تسرب فساد السلاح مقيدا، you know؟ كما توجد جملة في القصة الثانية بعد قليل تقول شعر كين وكأن السلاح كان جزءا منه طوال حياته. So ربما زد، لا أدري، رأى في كين some hidden potential power لا توجد في أي إنسان آخر. ربما كين منحدر من أسندد قديمين من شريمة بطريقة ما وصلوا إلى نوكسس، ولا أدري، في الهجرة. So many questions، so many نظريات. لكن يبقى كل هذا مجرد النظرية فقط، of course. على أي حال، لنتطرق الآن إلى القصة الجانبية The Blade of Millennia، شفرة الألفية. تفتتح القصة بكين واقف بفخر تحت ظل واحدة من النوكس ترعة، محاطا بالجنود الأموات بعد أن انتهى للتو من قتلهم، وابتسم على سخرية الأمر. كان يفترض بالنوكس ترعة أن تكون رمزا لتكريم القوة والهيمنة في نوكسس، ليتذكر العابرون أسفلها مكانتهم، لكنها باتت الآن قبر الجنود النوكسانيين أولئك، باتت رمزا للغطرسة والقوة المزيفة. كين كان يحب الخوف، كان يعشق زرعه في قلوب ضحاياه وأعدائه. في حين كان زملاؤه في نظام الظلال يتدربون على الأسلحة مثل خناجر الكوناي والسيوف الكاتانا، كان كين يتدرب على استخدام الخوف كسلاح. لكن مع ذلك كان هنالك ضغط مألوف في الهواء. استدار كين ليلمح ناكوري، أحد زملائه الأكولايتس من نظام الظلال، يرفع شفرته ويتحدى كين، متمكنا بالكاد من إخفاء الخوف في صوته. إذن ما هو خيارك يا أخي؟ كين لم يجب، بقيت يداه مرتاحتان على جانبيه. لقد كان يعلم أن الأمر تحت سيطرته هو. He was in control. لكن مع ذلك كان لديه إحساس مألوف أنه رأى هذه اللحظة من قبل في ومضة خفيفة، الديجافو جاءته ثم اختفت. أين برز صوت عميق غليظ يبدو وكأنه يأوي صدى حروب وكره لا ينتهيان، وقال: من سيثبت جدارته؟ Who will prove worthy؟ وكأنه كان يتحداهما لفعل شيء.
كلنا نعرف أن هذا الصوت كان لراست. أوكي جست يا. هنا تقفز القصة بنا إلى الوراء قليلا، ويتم الشرح لنا كيف وصل كين إلى هنا تحديدا ولماذا. يبدو أن زاد أو ماستر زاد كما يدعوه كين سمع بأنه تم انتشال سلاح قديم يعود أصله إلى عصر الداركن القديم، منجل كبير يأوي قوة سحرية قوية جدا وغير طبيعية تضاهي بل ربما تفوق سحر أيونيا، وتم اكتشاف هذا السلاح للأسف في نوكسس. ثم تصف لنا القصة ما سمعه زاد عن ذلك المنجل، كيف أن به عينا كبيرة حية، كيف أن شره كان يفسد ويقتل كل شخص يلمسه لدرجة أنه تم تغليفه بسلاسل حديدية وقماش الخيش الغليظ، ويتم حراسته حاليا من طرف قافلة متجهة نحو الحصن الخالد بقلب نوكسس The Immortal Bastion. كلف زاد كين بآخر مهمة له، His Final Test، ليثبت جدارته في نظام الظلال، والذي هو عبارة عن منع هذا السلاح من الوقوع في الأيادي الخطأ في نوكسس ومنع استخدامه ضد أيونيا. القصة لم توضح ما طلبه زاد تحديدا من كين، لكن يمكننا أن نستنتج أنه أراد منه تدمير السلاح. وصل الكين مسبقا already إلى ضواحي مدينة فيندور بنوكسس قبل أن يفكر في الأمر، حتى لم يفكر حتى في مدى أهمية هذه المهمة. مصير كامل أيونيا كان يعتمد عليها. لقد جلب كين القتال إلى أرض العدو، حركة جريئة ما كان أي أحد آخر ليفعلها وينجح فيها ما عدا كين of course. هذه القصة تجعله يبدو متكبرا أكثر من اللازم. No. يبدو أن زاد اتخذ الخيار الصحيح بوضع مصير أيونيا بين يدي كين. نصب كمينه قبل غروب الشمس ليطيح بالقافلة المتكلفة بنقل سلاح الداركن ذاك. عندما لمح أخيرا تلك القافلة قادمة من الأفق البعيد، قرر أنه قد حان الوقت للتخلص من الحراس الثلاثة قرب بوابة النوكسترا. تحدثت القصة عن كيف استخدم كين سحر الظلال للتنقل داخل ظل النوكسترا نفسها، ثم باغت الحارس الأول وقتله بيده فقط، عاد داخل الظل وبرز في ومضة ظلية أمام الحارس الثاني ولو رقبته وطرطقها بكل يسر قبل أن يفهم المسكين ما الذي يجري حتى. الجندي الثالث سمع صوت سقوط الجثتين على الأرض والتفت بسرعة، فقط ليجد كين واقفا ينظر إليه مبتسما. الخوف إنه يصيبك بالشلل، ليس كذلك؟ همس كين بينما هو ينساب داخل الظل مجددا ليصعد من ظل الجندي نفسه. هذا هو الجزء الذي تهرب فيه يا نوكساني، أخبر الجميع بما رأيته هنا. أفلت الجندي حربته وهرع بسرعة بعيدا ليعلم الناس في مدينة فيندور بالذي جرى، لكن قبل أن يبتعد أكثر ظهر شخص آخر وطعنه في ظهره بسيف الكاتانا. لقد كان ناكوري أحد زملاء كين من نظام الظلال، والذي قال هذه قوة نوكسس التي يتبجحون بها؟ يا لها من وهم. أعرف أنك متهور يا أخي، لكن أن تتبعني حتى هنا لتشاركني في مجدي؟ دود، قال كين. لكن لم يكن هنالك وقت للعتاب والمناقشة، لأن قافلة حرس السلاح صاروا على وشك الوصول. اغرب عن وجهي يا ناكوري، سأتعامل معك لاحقا إذا نجوت. الظلال الناتجة من الغسق بعد غروب الشمس أخفت كين وناكوري بامتياز. بمجرد وصول القافلة توقفت فجأة بعد رؤية جثث الحراس الثلاثة، وانتشر أعضاؤها في الأنحاء للتحقق من الأمر. أين تمكن كين أخيرا من رؤية حمولتهم تلك كما يجب؟ وفعلا كانت كما وصفها زد، منجل عملاق مغلف بقماش غليظ ومربوط بسلاسل من الحديد. الصبر كان واحدة من المميزات التي لم يتسم بها ناكوري، وانقض على الفور على أقرب جندي منه، بينما كان كين عكس ذلك، كان يختار أهدافه بعناية ويقتلها بدقة. استدار كين مجددا ليتحقق من سلامة الحمولة ليجد أنها اختفت. كين خلفك، صاح ناكوري بينما هو يقطع النوكسانيين واحدا تلو الآخر. يبدو أن أحد الحراس اليائسين حاول استخدام السلاح وحرره. عين حمراء كبيرة انفتحت فيه ولمعت بغضب وشر رهيب،
أحدث ضغطا في الجو. صار الجندي ذلك يلوح بالمنجل على حلفائه. يبدو أنه ليس عنده أي سيطرة على جسده بعد الآن، ولم يتمكن من إفلات السلاح من يده. يبدو أن كل الإشاعات كانت صحيحة. استدعى كين سحر الظلال من أعماقه وقفز هذه المرة داخل جسد وليس ظل الجندي الذي يحمل نصل الداركين ذاك. لوهلة خاطفة تمكن كين من الرؤية عبر أعين الداركين المأسور بالسلاح. دماء، صرخات، نيران، معاناة لآلاف السنوات. لقد كان هذا الشيء هو الموت نفسه، عصارة الشر الخالص الذي يتحتم إيقافه مهما كان الثمن. فك كين سحر الظلال ونط للخارج، وانفجر جسد الجندي غبارا أسود على الفور. كل ما بقي الآن هو المنجل، والعين التي به مغلقة الآن. مدد كين يده نحو السلاح بينما انتهى ناكوري من التخلص من آخر الجنود الباقيين، وقال لكين: يا أخي توقف، ما الذي تفعله؟ رأيت للتو بنفسك ما هو قادر عليه ذلك الشيء، يجب أن ندمره. استدار كين نحوه وأجاب: لا، إنه ملكي الآن. سحب كل منهما سلاحه نحو الثاني، يبدو أنه ولا واحد منهما سيتراجع. في مدينة فيندور في الأفق خلفهما تم دق ناقوس الطوارئ. صار وقتهما محدودا. ناكوري قلب طريقة إمساكه بشفرته وقال: إذن ما هو خيارك يا أخي؟ هنا تكلم النصل مع كين وبدأ كأنه صدى داخل عقله، لكن أعين ناكوري جحظت في تلك اللحظة لأنه على ما يبدو هو أيضا سمع ذلك الصوت. أين تعود القصة للحاضر؟ للقطة التي تركنا فيها القصة في البداية قبل الفلاش باك. من سيثبت جدارته؟ Who will prove worthy؟ شكل كين أصابعا من الظلام، خطفت المنجل مدورة إياه في السماء نحو يده. أمسكه بكل سهولة وأريحية وكأنه جزء منه، وكأنه لا طالما كان جزءا منه، وتحكم به كما يفعل بأي سلاح آخر، ثم وجهه نحو رقبة ناكوري. افعل ما يجب عليك. Do what you must. And yeah, that's it. حرفيا تنتهي القصة هنا. لا نعرف ماذا حدث لناكوري، ناكوري، نقار، نقار الخشب. لا نعرف من قال الجملة الأخيرة تلك، Do what you must. أكان ناكوري، أكان راست من داخل المنجل. وكما قلت من قبل ووضحت عدة مرات، تترك رايوت بعض القصص مفتوحة هكذا من أجل المستقبل. لا يقيدون أنفسهم بأشياء ولقطات ليسوا واثقين منها 100% لكي تبقى عندهم حرية أكبر في تكملتها والإضافة عليها وتأليف المزيد في المستقبل. رأينا ذلك مع قصص آري، أين توقفت منذ سنوات عند بحثها عن شخص يدعى إيميلو أو إيميلو. القصة التي تم أخيراً إعطاؤنا المزيد من المعلومات عنها عبر لعبة روينت كينج. قلتها وأعيد، I love that game, it's so good. لدي فول جيم بلاي للعبة على القناة لمن يريد. باي ذا واي، الفيديوهات الأولى منها كان الحاسوب ضعيفاً and كانت لاجي، سوبر لاج. anyway، لنعود لكين. اسم كين الأول شيادة، ينطق هكذا. أنهيت الدراسة منذ 100 سنة، لذلك لا أتذكر كيف تنطق كل الفونيتكس في الإنجليزية تماما. أنا متأكد 95% أنها شيادة، 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 لكن صححوني في التعليقات لو لم يكن الأمر كذلك. وبالحديث عن التعليقات، بعض الناس لا تعجبهم أحيانا طريقة كلامي عندما أعوج أو أقول الكلمات هكذا، يظنونها طريقة غبية أو سخيفة أو لا أدري، كرينجي. guys، أفعلها لأكون فاني، لأكون مضحكا أو على الأقل مريحا. تأتون إلى هنا لتستمتعوا بوقتكم، نو؟ أتريدون سماع شخص يحكي بمونوتون بدون مشاعر أو لا أدري؟ like a robot، نشرة أخبار؟ أوكي فاين، لنعمل تجربة. سأتحدث بطريقة ميتة. كين حاليا في العشرينات من عمره تقريبا. لو لاحظتم، خصلة الشعر الزرقاء عنده لم تكن موجودة لديه في قصص زد المصورة. لا نعرف السبب الحقيقي،
لكن واحد من الرايوترز المصممين الذين عملوا على تشامبيون كين قال أن كين صبغ شعره بعد أن بدأ باستخدام راست كعلامة على تغيره وزيادة قوته. ولا أدري كاركتر ديفلوبمنت. God damn it. في الجزء السادس من القصص المصورة لزد رأينا أنه يمكن لكين أن يلغي أو يعكس الفساد المتسرب من راست. نراه هنا تقريبا كما نعرفه من اللعبة، نصف جسده متأثر براست، لكن بعدها هنا اختفى. كيف تحديدا لا ندري بعد. لا أظن أنها غلطة لأن القصص هذه تم العمل عليها بحرص. So I think نظريا theoretically مجرد نظرية كين يستطيع السيطرة على الفساد المتسرب من راست. Interesting. رقصة كين في اللعبة The Dance هي تلميح أو reference لرقصة The Rebook Dance. هل تبدو لكم نفس الرقصة؟ أرى نوع تبدو لي مختلفة. Anyway اسم كين أثناء مرحلة التطوير الأولية في بداية العمل عليه في اللعبة Early Development كان Nemesis. كان يفترض به أن يكون منافسا أو عدوا لزايا وراكان، لكن انتهى به المطاف في نسخته النهائية 180 درجة في الجهة الأخرى. لمعرفة المزيد عن كين عبر قصص زد المصورة يمكنكم الوصول لفيديوهات القصص تلك عبر البلاي ليست من القناة هنا، وتجدون أيضا القصص مصنفة هنا بالأسفل. أعرف أن القناة صارت مليئة بستريمز والفيديوهات العشوائية، لذلك هذه القوائم أو البلاي ليستس هي أفضل طريقة لإيجاد الفيديوهات التي تبغونها دون البحث في كارثة الخردة هذه على القناة هنا. Oh my god, so many videos. ربما علي إخفاء ستريمز وإبقاء الفيديوهات فقط. But, لكنني متعطش للفيوز. I want views. The views. وبالنسبة للداعمين على باتريون، أعتذر على قلة المحتوى والتفاعل هناك في الفترة الأخيرة. إن كنتم تحتاجون للاستفسار أو طلب أي شيء مني هناك، الرسائل دائما مفتوحة هناك، لا تترددوا. أوكي؟ سو لمن لا يدري، الباتريون في الجزائر محظور لسبب ما، حرفيا لا أحد يدري لماذا. راسلت فريق دعم باتريون وسألت، قالوا أنهم لم يحضروه في الجزائر. لذا هذا يدلنا على أن الأمر تم من طرف اتصالات الجزائر نفسهم هنا لسبب ما. ولاستعمال الموقع علي أن أستخدم أي VPN، وسرعة الرفع الأبلود عبر VPN إلى باتريون كارثية، لذلك صرت أعجز على رفع ملفات كبيرة الحجم هناك. لكن سأضع أحيانا من حين لآخر ملفات PSD لرسومات أعمل عليها. ولا أدري، ليس عندي الكثير لأقدمه للأسف، لذلك لا تؤاخذوني. أوكي I'm sorry. لن أطيل الخاتمة أكثر، اتركوا لايك أو فولو على صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي، أريد أن أرفع الأرقام بها. لدي أيضا ديسكورد، كل الروابط في الوصف الأسفل. لا أتفاعل في سيرفر ديسكورد ذاك كثيرا، لكنه موجود لمن يحتاج أو يريد، you know. كما أقدم تحية خاصة إلى سام، إن كنت تشاهدين Be strong. I love you babe. ويونان أيضا، شكرا جزيلا لك مستر يونان على دعمك الكريزي أثناء تلك البثوث. Truly حرفيا أسعدتني بكل تلك الرسائل والweird donations يمينا شمالا. Thank you. دمتم جميعا في رعاية الرحمن وحفظه. سلام. Subscribe to my channel.